إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من ضمن سلسلة شرح إن من الله علينا ومد لنا في العمر لكتاب حلية في طلب العلم. وهذا الكتاب للشيخ باكر بن عبد الله بن عبد الله أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة، وله حق علينا أن نعرف بالشيخ ولو في سطور سريعة فالشيخ من قبيلة بني زيد من نجد، أخذ اللغة عن شيخه صالح بن عبد الله بن مطلق القاضي، تتلمذ على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة، وتتلمذ على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي طيب الله ثراه صاحب أضواء البيان، وتأثر بالشيخ الشنقيطي تأثرا كبيرا في البيان واللغة، وأحب اللغة والبيان نتيجة لملازمته للشيخ الأمين رحم الله الجميع. عمل قاضيا بالمدينة وكذلك مدرسا بالمسجد النبوي، وحصل على شهادة الماجستير والدكتوراه، وكان عضوا في المجلس الأعلى للقضاء، وكان وكيلا لوزارة العدل، ولهيئة كبار العلماء في اللجنة الدائمة، والذي عنده كتاب الفتاوى يرى أنه من الأربعة المذكور أسمهم دائما في كل فتوى. له حوالي 50 مؤلفا، توفي في العام 29 بعد 400 هجريا الموافق 5 فبراير للعام 8 بعد 2000. ومما يلفت الأنظار في الأدب والتواضع قبل أن نبدأ في الكلام عن الكتاب أصلا، أن هذا الكتاب لو أردت أن تبحث عن شرح له ستجد أو أشهر شرح موجود لهذا الكتاب، يعني لو كتبت على الإنترنت شرح كتاب حلية طلب العلم أو بحثت في المكتبات شرح كتاب حلية طلب العلم، ستجد أن أكثر وأشهر كتاب في شرحه هو شرح الشيخ العثيمين طيب الله ثراه. وهذا ملفت للنظر، أقول لك لماذا هو ملفت للنظر. الشيخ العثيمين يكبر الشيخ بكر أبو زيد بحوالي 16 سنة، والشيخ العثيمين أوسع اشتهارا من الشيخ بكر أبو زيد، والشيخ العثيمين أوسع خدمة للدين في المؤلفات والكتب من الشيخ بكر أبو زيد، ومثلي لا يقول أعلم، فأنا أقل من أن أفاضل بين لا يقول أعلم فأنا أقل من أن أفاضل بين أهل العلم. ولكن الشيخ العثيمين معلوم من هو الشيخ العثيمين، فمن أدبه وتواضعه أنه يشرح كتاب لمن هو أصغر منه في السن وفي الشهرة، يعني عوام الناس يعلم اسم الشيخ العثيمين، أما الشيخ بكر أبو زيد يعني قد يخفى على عوام الناس. الشيخ العثيمين يشرح كتاب الشيخ بكر أبو زيد ولا يفعل كما يفعل كثير من أهل العلم، أنه لا يشرح من هو أقل منه، وإنما يريد أن يشرح لمن هو أعلى منه أو أكبر منه فقط. والشيخ العثيمين من تواضعه أنه شرحه، وأيضا فيه إشارة إلى غزارة علم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، كون أن الشيخ العثيمين يشرح له فهذا وفي تحصيله وفي طرحه في الكتاب، ومن بركة هذا وذاك أن تجد أن هذا الكتاب طاف آفاقا كثيرة
وفاق على كثير من نظائره في نفس المضمون، في طلب العلم وفضل طلب العلم وأدب طلب العلم. ستجد أن أشهر كتاب هذا الكتاب، وأشهر شرح الشيخ العثيمين. يعني لما تواضع الشيخ العثيمين وعمل وصنع هذا الشرح على هذا الكتاب، أسألك كم تتخيل من أجر للشيخ العثيمين من هذا الكتاب فقط؟ يعني كم ترى من أجر أو ثواب جرى للشيخ العثيمين بسبب هذا الكتاب فقط، وهو أشهر شرح للكتاب وطاف العالم هذا الشرح، ويمكن أنتم مش لاقين الكتاب نفسه بس لاقين الشرح. فكم تتوقع من أجر جرى للشيخ العثيمين بسبب أنه تواضع في موطن أو في موضع وشرح كتاب من هو أصغر منه؟ الشيخ العثيمين هذا سمته لطالما أن هناك إفادة في العلم وخدمة للدعوة، لا يتوانى ولا ينظر إلى نفسه ولا إلى مقامه ولا هكذا هكذا. ومما يروى عنه أنه ذهب إلى حلقة في بداية دعوته قبل شهرته، وكان يجلس بعض الطلبة في الدرس، فلما ذهب ما وجد ولا طالبا، ووجد كتابا لطالب وضعه يحجز المكان ويعلم الشيخ أنه موجود، ولكن ذهب يأتي بشيء، يعني ملاش حد خالص، بس شاف إيه كشكول بتاع طالب سايبه يعلم الشيخ أن أنا موجود يعني. فجلس الشيخ وانتظره حتى أتى، ومر عام أو عام ويزيد، وكان هذا المكان الذي يجلس فيه الشيخ مكتظ على آخره، والناس خارج في الطرقات، وكان من عام أو عام ويزيد يجلس مع واحد بس. ولكن هي البركة إذا أتت من الإخلاص والتواضع، خلاص ما بقاش ملاحي، بقى الشيخ العثيمين، خلي الشيخ العثيمين ينزل في أي مكان ويقول أعمل درس، كما فعل في أمريكا لما ألح عليه الملك أن يذهب للعلاج في أمريكا، ومجرد أن نزل أخبر القائمين على المراكز الإسلامية أن الشيخ العثيمين موجود، كم مهول يقف أمام القاعة التي هي قريبة من الشيخ ينتظر درس الشيخ. هكذا في أي مكان صار الشيخ العثيمين، بدايته يقعد يستنى طالب واحد، يتكلم مع طالب ويتكلم مع طالب ويعطيه الدرس ولا يتوانى عن ذلك. وهذا مثال في الأدب والتواضع. طيب الله ثرى الشيخ بكر أبو زيد والشيخ العثيمين، ورحم الله جميع علمائنا. هذا الكتاب هو يعتبر خلاصة لكتب كثيرة صنفت في هذا المجال، هو خلاصة لكتب كثيرة صنفت في هذا المجال، إلا أنه أيسرها لفظا وأبسطها لطالب العلم، وفيه تجميع رائعة من الأخلاق والآداب التي يتحلى بها طالب العلم، وقسمها لفصول مضبوطة يحتاج إليها طالب العلم. فتكلم عن آداب طالب العلم في نفسه، وآداب طالب العلم مع شيخه، وآداب طالب العلم مع زملائه وأقرانه، وآداب طالب العلم مع العلم نفسه، وآداب طالب العلم في الحياة، ومحاذير ما ينبغي أن طالب العلم مع العلم نفسه، وآداب طالب العلم في الحياة، ومحاذير ما ينبغي أن يقع فيها طالب العلم. حوالي 7 فصول تكلم فيها عن كل ما يحتاجه طالب العلم. ولكم نحتاج نحن إلى ذلك، إلى أن نتحلى بهذا الأدب، ولأن نقرأ مثل هذا الكتاب، وأن نتعلم وأن نتأدب بأدب من سبقونا في العلم. وحقيقة هو كتاب نافع لكل طالب علم ينبغي أن يعلمه وأن يقرأه وأن يدرسه في بداية طلبه حتى. سنسير في الكتاب بشيء من اليسر واللين، ونحاول أن نجمل الكلام ولا نستطيل فيه، حتى نجمع أكبر قدر من الأدب في أنفسنا، وهو هذا الكلام المذكور في الكتاب، يؤثر في القلوب ويهذب النفوس. نسأل الله أن ينفعنا به وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اختيار العنوان حلية، والحلية من الزينة، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم من حليهم من حليهم، على اختلاف القراءات، وكلها الزينة التي يتحلى بها.
فكون أن يقول حلية طالب العلم، الحلية الزينة، الزينة، وكأن الأدب يزين طالب العلم، وهو عنوان راق، لأن الأدب زينة لطالب العلم، فطالب علم من غير أدب لا ينفع بعلمه، لا ينفع علمه شيئا. المقدمة سنتجاوزها وإن كانت فيها فوائد والله، ولكن سنتجاوزها للوقت، ونبدأ بداية الفصل الأول، والذي تحصل على الكتاب سواء على التليفون أو غير ذلك يقرأ المقدمة ولا يهمل فيها، وأنا سأتجاوزها اختصارا، وإنما هي مفهومة ليس فيها ألفاظ ثقيلة أو غير ذلك. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من الفصل الأول، على طلب مني لك منكم، على طلب مني لكم أن تقرأوا المقدمة. نبدأ في الفصل الأول، نسمع. الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه. واحد: العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب، وعليه فإن شرط العبادة: واحد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت. حسبك. قال المصنف رحمه الله: العلم عبادة. وتأمل هذا اللفظ، العلم عبادة، بل من أجل العبادات، بل من أنفع العبادات، بل لا تصح عبادات إلا بالعلم. العبادات إن لم تكن أنت ملم بالعلم بالعبادات قد تفسد وقد تبطل، لم تكن تعلم به. وكم من رجل فقد صلاة بسبب جهله بالحكم، وكم من رجل فقد صياما بسبب جهله بالحكم، وهكذا. فأصل العبادات يحتاج إلى العلم، تحتاج إلى العلم بها. فهو قال: العلم في ذاته عبادة. ومعلوم أن العبادة حتى تقبل لها كم شرط؟ لها شرط: الأول إخلاص النية، الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو هنا يتكلم في هذا الباب عن النية، وهو أول ما استهل به في بابي آداب الطالب في نفسه. يبقى حق الطالب على نفسه أول شيء النية. ما نيتك من طلب العلم؟ لماذا تطلب العلم؟ لماذا أتيت إلى هنا؟ لماذا أنت تجلس هنا؟ لماذا تسأل الشيخ؟ لماذا إذا سأل تسأل الشيخ؟ تسأل بأني نية. وكم من حاضر وكم من جالس وتسأل الشيخ؟ تسأل بأني نية. وكم من حاضر وكم من جالس وكم من آت وكم من سائل ما أخلص النية فلم ينفعه العلم شيئا، وما حصله وما وصل إليه. لماذا؟ هو جاي عشان يتقال إنه حاضر في وسط الناس، إلا هو عنده وقت فراغ كده، لكن ما روح أقعد شوي، ما أخلص النية، يسأل الشيخ ويطلب العلم مع الشيخ عشان يضارب كلام الشيخ مع كلام تاني، يريد أن يتصدر، مش هيصبر في طلب العلم، شوية صغارين كده يخدهم ويطلع يتصدر ويناطح، وسيأتي الكلام عن ذلك بتفصيل أكثر، وهكذا. إذا سألت حتى سؤالك للشيخ تسأل سؤال لازم فيه من إخلاص، لا بد فيه من إخلاص. أنت تسأل لتضر الشيخ؟ عايز توقعه؟ عايز تضرب كلامه بكلام شيخ تاني؟ عايز تاخد فتوى تثبت فيها أن رأيك هو اللي صح؟ في هواك شيء تريد أن تثبته من شيخ، وإن الشيخ ده ما ينفعش تروح لده وما ينفعش تروح لده لحد ما تأتي بهواك؟ ما نيتك من الشيخ وإن الشيخ ده ما ينفعش تروح لده وما ينفعش تروح لده لحد ما تأتي بهواك؟ ما نيتك من تحصيل الإجابة من الشيخ؟ من يتكم تحصل طلب العلم أصلا؟ هذا لابد أن تنتبه إليه. وانظر إلى هذه الجملة المخيفة التي قال فيها: ينتقل بصاحبه من أفضل الطاعات، من أفضل العبادات، إلى أحط المخالفات. ينتقل من أفضل العبادات إلى أحط المخالفات. ما الذي حوله من هذه لتلك؟
النية. النية حولت العلم، طلب العلم، العبادة، يذهب ويجلس ويكتب ويسأل ويحبس نفسه وقتا من أجل أن يكون في عبادة، ثم ينتقل من هذه العبادة إلى أحط المخالفات بسبب أنه فقد النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فانتبه لذلك، ما نيتك من طلب العلم ولماذا أنت أتاك؟ نيتك في طلب العلم كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. حسبك. هذا كلام مخيف، حتى تسلم منه القلب وحتى تسلك بالقلب من بين هذه الشوائب مسلكا سليما صحيحا يحتاج إلى مجهود. لا تظن أن هذا سهل. حينما يقول الرياء يحبط العمل، معلوم الرياء شرك ويحبط العمل، والله قال أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويحبط العمل، والله قال أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والحديث المشهور الذي قال عنه حديث الفرد، يقصد أنه حديث أحد، وهو الحديث المشهور الذي رواه البخاري في مواضع كثيرة من كتابه، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، صحت النية صح العمل، فسدت النية فسد العمل، فسدت النية فسد العمل. فقال ومثل ذلك التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت، بأن يقول عفوا مسمعا علمت وحفظت، يبقى قاعد يتكلم في وسط الناس فيأخذه الشيطان للكلام عن نفسه. والله أنا قعدت حفظت كام كتاب، حافظ مش عارف ايه، انا معايا كذا، انا قرأت كذا، انا فعلت كذا. اياك ثم اياك، اياك ثم اياك، لابد ان تعلم قدر نفسك. وطالما انك اذا ظننت انك علمت قلت همتك، قلت همتك وضعفت وما استطعت تحصيلا. وهذا تراه واقعا في الناس مزري. عوام الناس يدفعون طالب العلم لان يغتر، شاب يعني يقول اعدادي ثاني اعدادي حاجه زي كده، يدخلوه اماما في الصلاه في بعض المساجد ليس لقوه قراءته انما لضعف قراءته، خلاص صلى بالناس، فاذا خرج في الطريق يقابله الناس باي لهجه يخاطبوه، مولان يا شيخ، فيظن انه بلغ مبلغا من العلم ليس بشيء اصلا، لسه ما حفظ القران اساسا، فيعلو في نفسه ويعلو مبلغا من العلم ليس بشيء اصلا، لسه ما حفظ القران اساسا، فيعلو في نفسه ويعلو بنفسه قدرا فوق قدره، وهو لسه ما تأدب بطلب علم ولا يعلم شيء. ويتقال له يا شيخ يا مولانا يا فضيله الشيخ يا مولانا يا فضيله الشيخ، ده بيقول له ده بيقول له ده بيقول له، خلاص سيعطي لنفسه اسما ووسما ورسما بين الناس، وهو في الأصل ما أكمل شيئا. فإن ظن في نفسه تكبر على العلم، خلي بالك يتكبر على العلم نفسه، يجي واحد بقى يعلمه أو يقول له صح كده يبقى مضايق، يبقى كأنه بلغ مبلغا منزها عن أن يصوب له أو يصحح له، فظن أنه وصل وهو ما تحرك. لو قلت لك أنا سأذهب إلى القاهرة وعند الباب ده كده، قلت لي خلاص ده أنت وصلت، ممكن أرجع أقعد تاني، أنا وصلت. إنما لما أخرج وأمشي وأوصل قرابة في القاهرة وتقول أنا وصلت، يبقى حصلت حاجة. هو لسه يا دوبك حافظ صورتين، صلى إمام، أتقال له يا شيخ خلاص وصل، وما أتقن أحكام التجويد حتى، وصل ويعز في نفسه أن يصوب له. أنا لا أقصد واحدا بعيني ولكن أضرب أمثلة موجودة وواقعة والله، وإلى الله المشتكى. ثم إذا تكلم يقول علمت وحفظت، تسميع. انظر إلى ما سقه الشيخ رحمه الله من عبارات سريعة توقع بطالب العلم، بل توقع بالعالم إن سلم نفسه له.
وتوقع بالداعي أن سلم نفسه له. هذه الكلمات التي قالها سريعة، قال فلزم التخلص من كل ما يشوب نيتك من صدق في صدق الطلب. حب الظهور مصيبة، يصعد ويرتقي كل شيء حتى يجترئ على الكلام في الدين، لا زال يركب كل شيء حتى اجترأ على صعود المنابر والكلام في الدين. حب الظهور، تلاقيه يقول مقطع عبر صفحات الفيسبوك يجي له عدد من الإعجابات، وقد يكون كلامه فيه شيء خطأ أو أشياء خطأ، وتجد إعجابات يقول حديث مكذوب عن النبي، تلاقي التعليقات ألف تعليق صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك فتح الله لك فعلا حلو، هات الحديث اللي بعده خلاص، وهكذا. حب الظهور آفة، ولا سيما مع سعة التقدم في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني أصبحت التكنولوجيا متسعة جدا. أما أحب أكتب كلمة سمعها للعالم أعملها، أما أحب أكتب كلمة سمعها للعالم أعملها خلاص. صن قلبك عن مثل ذلك. إذا أمسكت بالهاتف أو أمسكت بصفحة الإنترنت وأنت تعلم أنك تقول هذا لتتابع كم تعليق سيأتي ولتتابع كم إعجاب سيأتي، ما تنشرش، ما تنشرش ولا تكتب أصلا ولا تبحث عن من يتابع، إن كنت ستفعل افعل. إنما مشايخ وأهل علم يذلون في هذا، ولولا أني ما أريد الإساءة إلى كثير من إخواني الدعاء لسميت وقلت لك مواقف تشيب لها الرؤوس من الغيظ والحنق الذي أراهم من كثير من إخواننا من الدعاء لمن رحم الله في مسألة حب الظهور وحب التصدر وحب الظهور والتصدر، ويطلع ويعمل مقطع وشوف كم إعجاب وكم مشاهدة وكم وكم وكم، كلها آفات يجر، وشوف كم إعجاب وكم مشاهدة وكم وكم وكم، كلها آفات يجر الشيطان بها الناس بحبل ليوقعهم في مصائد. حب الظهور ما تظهرش، ما تظهرش، معك خمسة ستة تقعد تعلمهم في جنب، أبرك ألف مرة من إنك تقعد في جامع الناس واقف قافل لك الشارع. هذه الكسرة قد تغر وتوقعك في الفتنة. الخمسة ستة دول ممكن ربنا يرزقك الإخلاص في تعليمهم، مش بالعدد ولا بالكم ولا بكم الحضور، وسيذكر هذا. قال لك حب الظهور والتفوق على الأقران. شوف الشيخ ده بيحضر له قد إيه وأنا بيحضر لي قد إيه، الشيخ ده مسك مسجد فيه قد إيه وأنا بيحضر لي قد إيه، ويحدث بينهم ضغينة، وتيجي تكلمه تقول له أنا كنت في المسجد الفلاني وسمعت الشيخ فلان، هو عارف حاجة هكذا. طب إيه اللي خلاه يتسرع ويلقي بهذه الألفاظ وبهذه الكلمات؟ الشيطان ألقى في قلبه منافسة في الدين، كلاكما يصب في مجال منافسة، أنت لست في حلبة مصارعة، أنت مش بتنافس، أنت بتنافس ليه؟ ده دين، الغرض أن تدخل أنت والمتكلم والناس الجنة. من أي باب؟ أنت نصحت فلان نصح علان نصح، الغرض أن نجتمع في الجنة، وهذه النية. إنما بتحط نفسك ونفسه مع الأقران. أعلم أحد المشايخ لما أتى واجتمع إليه كم غفير لجورتي، شيخ تاني بعت ناس تشوف من اللي حضر له من الطلب اللي عنده، والأم ما يجوش تاني. إيه ده؟ نعدين في السوق بتشوف مين اشترى من فلان ما يشتريش مني، ده علم، ده دين، ده شرع، فلان علمه فلان علمه فلان علمه، اي فلان لا مانع. اهم حاجة ان يتعلم، اهم حاجة ان يخرج رجل قائم بالدين، رجل صحيح العقيدة. احنا مش منافسة، ما احناش تجار، هذا دين، هذا شرع. حب الظهور والتفوق، هذا دين، هذا شرع. حب الظهور والتفوق على الاقران وجعله سلما لأغراض وأعراض، مناصب، ويحب الناس تخدمه. الشيخ جه، الشيخ راح، أول ما يقف في مكان الناس توسع له، هيشتري حاجة وسع له الشيخ الأول، فرحان بكده، يسر في نفسي بهذا. يبقى ماشي فلان شايل له الشنطة، وفلان ماشي جنبه، وفلان يروح يجيب له، وفلان يعمل له. ليه؟ ليه؟ من علمك؟ رب العالمين. تكون أكثر الناس تواضع، فرحان أن أنت بالعلم وصلت إلى هذه المنزلة، ما ظنوك إن خصم من درجاتك في الأخيرة مقابل أن الناس بتحترمك في الدنيا؟ إيه رأيك؟
لو خصم من درجات الأخيرة مقابل هذا الاحترام والتيسير الذي تراه لأنك من أهل الدين في الدنيا. إيه رأيك؟ نعم. حديث أول، ثلاثة تصعر بهم النار، فيهم رجل قال ما ألم أتيك علما ماذا علم عملت به؟ قال علمت الناس، علمت الناس. قال كذبت. قال علمت الناس ابتغاء وجهي. قال كذبت وإنما لي. قال عالم. وقد قيل، خد بالك من وقد قيل دي، وقد قيل يعني ايه؟ خدت أجرك، أخذت ما تريد، خدت العلم علشان الناس توسع لك ويتفسح لك المجال وتتخدم وتلاقي وسائط وتلاقي محبة وتلاقي ده يشيلك وده يخدمك وده يشيلك وده يحط لك. وقد قيل، يلا خصم ولا ما خصمش؟ خصم. وقد قيل إياك، إياك. الناس وقرتك كرجل حامل قرآن، كرجل علم، لا تطلب هذا من الناس، هم عملوا كده من نفسهم على دماغك، خلاص إن فعلوا ذلك من أنفسهم ماشي، ولا يكن في صدرك زهو بهذا، وقادما لنفسك قدر المستطاع، على أكبر قدر، على ما تستطيع. والله الناس بتوقرك كرجل علم يشكر ويؤجر على هذا، والنبي أمر بهذا بتوقير العالم وبتوقير حامل العلم، لا نقول ذلك، بس أنا بتكلم عن قلبك أنت، لا يصر بهذا ولا يبحث عنه ولا يطلب العلم لأجله، واضح؟ عشان الناس ما تخلطش الأمر، قولي يعني أنا لما أشوف شيخ ما احترموش، ما وقروش، مع حاجة ما شلش معاه، ما عملوش لا، أنت مطالب بهذا بتوقير أهل العلم، إن من إجلال الله إكرامه ذي الشيبات المسلم وحامل القرآن، من باب توقيرك الله توقر حامل القرآن وتوقر العالم، هذا لا مانع منه. أنا بتكلم عن قلب العالم نفسه، لا يطلب العلم لأجل ذلك ولا يبحث عن هذا ولا يطلبه من الناس، واضح؟ فقال وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك. شايف كم مصيبة في جمل متتالية يقع فيها كثير جدا ممن ينتسبون إلى العلم على مقربة، وأعلم ذلك. نسأل الله السلام وأن يرزقها الإخلاص والقبول، منصب أو جاه أو مال، أقران، أغراض وأعراض، صار في وجوه الناس إليك. ده عالم، ده بيتكلم بكلام أهل العلم، نروح نسمعه، نلم الناس حواليه، كل هذا أنت مطالب به كطالب علم. أنا ما أتكلم عنه هو، وبكلمك أنت كطالب علم لما تبقى مكانه. ما نيتك؟ ما نيتك؟ فرحان أن الناس كتير قاعدة بتسمعك؟ فرحان أن أنت بتتكلم وليك صوت في وسط الناس؟ فرحان أن أنت بتتكلم وليك صوت في وسط الناس؟ فرحان؟ إن سعدت بهذا وسعيت، حط تحت دي خط، إليه، إن هو اللي بيسعى إليه، خصم منك في الآخرة. نسأل الله السلامة، نسأل الله الإخلاص والقبول. النية وما أدرك من نية تفسد العمل، حتى وإن كان تعليم الناس، حتى وإن كان تعليم الناس. تجد رجل علم الناس، نعم، ومنهم من اهتدى، ومنهم من وصل وبلغ مبلغا من العلم وأخلص ودخل الجنة بهذا العلم، وهو الرجل نفسه اللي علم كانت النية غير صالحة، فضاع، فضاع وضيع على نفسه وفوت فرصة من أكبر الفرص بسبب النية. تفضل. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف، ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزداد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. وقد قيل زلة العالم مضروب، ومن بعده يقول لك هذا اللفظ ما سمعنا به، هو من ابتكارات الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، لفظ الطبوليات دي، وهو يتكلم بسلاقته. نهي العلماء عن الطبوليات يعني ايه؟ الفرقعة. ده بقى زيد، انا بقى ازودها اكتر. ايه هي الفرقعة؟ يفتي فتوى شزة، يفتي فتوى شزة. ليه؟ هي دي الطبوليات التي يقصدها، يفتي بفتوى شزة، يأتي بكلام متوارد، يتكلم كلام على خلاف ما استقام عليه الناس قرون، قرون، يخالفه، يقلبه. ليه؟ عشان يسمع. وهو ما قصد به زلة العالم مضروب لها الطبل، وهو سماها زلة، سماها زلة وسقطة،
فقد يزل زل متعمدا عشان يسمع وكثير ما متعمدا عشان يسمع وكثير ما يجيب فتوى شاذة عشان يطلع ويتناقش ويتعمل في الإعلام هيصة وكثير ما. طيب وهل هذا ينسب إلى العلم في شيء؟ وهل هذا ينسب إلى العلم في شيء؟ لما تخالف الشرع وتخالف الدين عشان توصل في الشهرة والصيت والمال وغير ذلك وتقرب ممن هم أعداء للدين إلى الله المشتكى، فسماه الطبوليات لأنها بتسمع زلة العالم مسموع لها الطبل. ليه؟ لأنه محسوب على العلم. دي المصيبة، لو قال واحد من عامة الناس ما عادش يعرف بيه، إنما لما تخرج من عالم كله هيسمع بيه. لو أن العالم وقع تلاقي كلام عليه بص كتير جدا جدا، مع أن الدين يعرف بالرجال ولا الرجال يعرفوا بالدين؟ الرجال تعرف بالدين وليس الدين يوحى لعامة الناس. سموا عن الشيخ فلان وقع أو سقط تصل للقاصي والداني، تصل للقاصي والداني، فيفعل الفعل ويخالف الفتوى ابتغاء ذلك وابتغاء الرياء. ابن الجوزي رحمه الله له كتابان في العنوان عكس بعض، واحد اسمه الأذكياء والثاني اسمه أخبار الحمقى والمغفلين. في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين يتكلم عن مسألة الرياء وإفساد العمل، ذكر أن رجلا كان يصلي فأحسن الصلاة فمدحه الناس، أعرابي كان يصلي وأحسن الصلاة فمدحه الناس وسمع مدح الناس له فقطع الصلاة وقال ما ظنكم لو علمتم أني صائم، ما لو عرفتم أن أنا صائم كمان هتعملوا إيه؟ تفضل. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلكته. يعني إيه قبلت الصرة؟ عطايا الأمور، عطايا الملوك، عطايا الملوك، الصرة فيها فلوس. اسمع الكلام. وسفيان المعني هنا من؟ سفيان الثوري. سفيان الثوري أصلا في سفيان بن عيين، المعني سفيان الثوري. قول أعيد الجملة تاني. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته. نقف هنا قليلا على مسألة عطايا الملوك، هل هو حرام؟ لا، إن أعطاك الملوك مالا تأخذ لا مانع، إلا أن يكون هذا المال من ورائه غرض أن يقدم أمر الملك أو الحاكم على كلام الله وكلام رسوله. ما هو لما الملك هيخالف مين اللي هيوقف المال؟ من ورائه غرض أن يقدم أمر الملك أو الحاكم على كلام الله وكلام رسوله. ما هو لما الملك هيخالف مين اللي هيوقف له؟ اشتري اديله يسكت، اطعم بيقولوها ايه، اطعم الفم تستحي العين، هكذا. فلما قبلت الصرة سلبته، فهم القرآن، فهم القرآن، نعم الإخلاص، الإخلاص. فالعالم إذا مد يده للأمراء والملوك كبر على علمه أربعا، إلا أن يأخذ عطايا آتاها إياه الملك من غير مقابل، توقيرا له وأدبا له واحتراما. وإما ذكر عن الشيخ العثيمين أنه ظل في بيت من طابق واحد وتنزله بسلم تحت الأرض كده، وكان يزوره فيه الملك، إلا لما كبر أولاده وأرادوا الزواج فاضطر أن ينتقل إلى مكان أكبر وأوسع ليكون فيه مع أولاده للزواج. نعم، ففي أشياء لابد لها من اضطرار فسيزوج الأولاد فهذا أولى، فانتقل إلى مسكن أكبر، هكذا. كم رجل تعرفه لو طرق عليه حاكم البلاد الباب وقال له تعالى ما أحطك في فيلا ولا في قصر ولا في سرايا، كم رجل تعرفه يأنف ويأبى؟ فلما قبلت الصرة سلبته، لا يرفض ويغنيه الله عن طلبي، عن الطلب من أحد، وعن حاجتي، عن الحاجة إلا لله. وهل تظن أن هذا يترك؟ كلا والله، الله يمن عليه بفيض من العلم والمال، بفيض من العلم والمال، لأنه كان مع الله، مع
ما ابتغى إلا من الله، أما إن مد يده حلوة خضرة كما قال النبي لحكيم بن حزام في صحيح البخاري، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني، وقال لي يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، يعني كالفاكهة الحلوة الخضرة، من أخذه بسخاوة نفس بارك الله له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك الله له فيه. واليد العليا خير من اليد السفلى، العليا السفلى. قال والذي بعثك في الحق لا أسأل فيه أحدا بعدك. فمات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يرسل إلى حكيم ليعطيه حقهم بيت المال فيأبى حكيم، ومات الصديق وجاء عمر 10 سنوات يرسل إلى حكيم ليعطيه حقهم من بيت المال وحكيم يأبى. ثم جاء عهد عثمان وكان عمر يقول اشهد أني، ثم جاء عهد عثمان وكان عمر يقول اشهد أني أتيت حكيم حقه فأبى علي، وزاء عهد عثمان يرسل إلى حكيم فما يأخذ، إلى أن مات حكيم وما أخذ من أحد بعد رسول الله شيئا صلى الله عليه وسلم. هكذا ما مد يده لأحد بعدما قال له النبي من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك الله له فيه. نعود فضل. استمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. حسب. عظيم الافتقار والالتجاء إليه، لأنه هو سيغنيك إن أخلصت النية ورفضت المنصب، الجاه، المال، التسميع، الطبوليات، المنافسة الأقران، تركت هذا كله وأخلصت النية لله تصل إلى أعظم مما أن تصل. كلا، اجعل في نيتك النية الصحيحة وهي التي نجمل بها هذا الباب. ما نيتك من طلب العلم؟ التعبد إلى الله برفع الجهل عن نفسك ثم برفعه عن الآخرين، هذه هي النية التي ينبغي أن تحفظها. ما نيتك من طلب العلم؟ أنت جاي هنا ليه؟ أنت بتسألني ليه؟ التعبد إلى الله بنية رفع الجهل عن نفسك ثم رفعه عن الآخرين، دي النية التي ينبغي أن تكون. طلبت العلم من أجل غير ذلك كالتصدر مثلا، لن تنال العلم ولن تنال التصدر. من أجل المال لن تنال العلم ولن تنال المال، هكذا. أخلص النية لله، أخلص النية لله. ثم يأتي سؤال مطروح، إمام الأوقاف أو الإمام الذي يصلي بالناس أو الرجل الذي يأتي درس ويعلم الناس، لا يأخذ مقابل؟ لا، إن أخذ مقابل مقابل وقته أو إن أخذ مقابل مقابل وقته أو مقابل كذا أو مقابل كذا، لا مانع، لا مانع. ولكن لو لم يأخذ واجتمع الناس، هو السؤال، يعني قالوا ما فيش مقابل بس الناس قاعدة مستنياك، هيقول لك لا، عشان ما فيش مقابل ما النية؟ الأصل أن تعلم الناس، الأصل أن تعلم الناس، وأن تأتي إليهم لأجل الآخرة وأن تعلم الناس. هم أعطوك خلاص، ما حدش شدك برضو، لطالما اجتمعوا تعال وعلم. اجعل هذه النية والله يكفيك، والله يغنيك. اجعل هذه النية خلاص، هذه واحد. الثانية لا تطلب نصيحة، لا تطلب، هيروح يدي درس القرآن يتآول، لا تطلب، هيمسك مسجد بيتآول، هيصلي بالناس الترويح بيتآول، عارفين يعني يتآول، لا تطلب، هيمسك مسجد بيتآول، هيصلي بالناس الترويح بيتآول، عارفين يعني يتآول طبعا، هاخد كام؟ قولوا كذا. لا، بلغني من أخي توفي رحمه الله، كان يقول لي في المسجد، في المساجد في القاهرة، الإمام بياخد أجر على التراويح على حسب القراءة، يقول له عايز قراءة كده الناس تعيط، ارفع شوي قراءة عادية كده ونقلب ونخلص يبقى الكذا. أصل العياط بتاع الناس ده بإيده، العياط ده بتاعه والهصة دي بتاعته، نطول في الدعاء ونقلقل زاوي شويتين وهكذا. أي نية هذه؟ فلا تفاصل ولا تتكلم في مسألة الماديات أصلا. هم أتوك شيء خد ماشي، ما حدش ادالك خلاص مش عايز، وتأتي لتعلم الناس. الله أغناك بمصدر آخر لم تنعت، يعني
هو وقته كله مسخره انه يعلم الناس ويقرا. طب وبعدين ما هو له اولاده ولزوجه وله كذا وله كذا، يجيب منين؟ فلا بد ان يكون له مصدر دخل من هذا. طيب لو ان الله اغناه بدخل اخر، من عليه بميراث ففتح مشروع، من عليه بكذا فتح مشروع دخله زاد، يجعل النية انه لو ان الله اغناه بدخل اخر يمتنع عن الاخذ من الدعوة بتاتا، ما ياخدش جنيه منها ويجعلها لله، هذا يصحح النية. اما ان لم يكن له بد الا ذلك فبدلا من ان يسال الناس يفعل ياخذ، ولكم ياخذ من يعلم الناس من هو اتفه من هذا، بيعلم بيتعلم بيعلم الناس الرقص وبياخد فلوس، يعلم الناس الكوره وبياخد فلوس. فالاولى ان نغني ان يغنى الذي يعلم الناس كلام الله، يعلم الناس القران، ولكن النيه كما قلت لك لا ينتظر ولا يخن، ولكن النيه كما قلت لك لا ينتظر ولا يقاول على السعر ويفاصل ويضع في نيته انه لو ان الله اغناه من باب اخر ما اخذ من احد شيئا، والله سيغني، والله من ترك شيئا لله الله يغني. تفضل. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عالجت شيئا اشد علي طبعا. قوله ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي. وعن عمر ابن ذر انه قال لوالده يا بعض اهل العلم قال عن ذر ابن عمر انه الاسم معكوس، عن ذر ابن عمر انه قال لابيه عمر بن ذر، هذا هو الصحيح الاثر هكذا، عن ذر ابن عمر انه قال لابي عمر بن ذر، عن ذر ابن عمر انه قال لوالده يا ابي ما لك اذا وعظت الناس اخذهم البكاء واذا وعظهم غيرك لا يبكون، فقال يا بني ليست النائحه الثكلى مثل النائحه المستاجره. حسب الثكلى التي فقدت ولدها. ما معنى الثكلى؟ الثكلى التي فقدت ولدها، قصد بهذا أن المرأة التي تنوح وتبكي على فقدان ولدها هل تتساوى مع اللي مأجرينها علشان تقعد تنوح وتبكي؟ دي وحدها تصطنع، هتصطنع. كذلك العالم، وكم من عالم يصعد على المنبر وظيفة ويصنع الدروس وظيفة وتلاقي الناس قاعدة تسمع منك ويخرجوا من الصلاة وظيفة، هو أدى وظيفة وبالتالي الناس أدت وظيفة. وكم من رجل يحاول قدر الإمكان أن يصل بالناس إلى معلوم وأخلص فيها لله، هذا يفتح له قلوب الناس، يوم خارج يقول لك إيه، ما هو الكلام لو خرج من القلب كان وصل للقلب. قال لا، أنت بتتعب نية الإمام وبتصلح نيتك أنت، يعني عايز تقول إن العيب مش فيه، العيب في الإمام؟ ما هو ده معنى انك تقولي لو الكلام كان خرج من القلب كان وصل للقلب، يعني الامام ده ما خرجوش من القلب وانا قلبي كان المفروض مفتوح وهو ما ادانيش، يبقى بيبرأ نفسه وبيشيل المتكلم. وما ادرك ان كلامه كان من قلبي والله طمس على قلبك انت، لابد ان تتهم نفسك قبل ان تتهم الاخرين. هذه واحده. الثانيه، الرجل الذي يخلص في تعليم الناس ويريد ان يعلم الناس تجد ان الله يفتح له قلوب الناس، نعم، ويفتح له الآفاق في التعليم، نعم، بإخلاصه. والرجل الذي يعلمه من أجل وظيفة أو من أجل أو من أجل أو من أجل، تجد الناس يعرضون عنه ولو كان أكثر في العلم ولو كان من أصحاب المناصب العلمية والمكان العلمي، ولو كان من أصحاب المناصب العلمية والمكان العلمي. وكم ترى هذا واقعا بعينك لا يحتاج إلى كلام، كم تدخل مساجد مليئة وتجد أن الرجل الذي فيها رجل مش اللي هو مش من أصحاب المناصب ولا السلطة ولا ولا ولا، ممكن يكون جاي بتروسيكل متعبي وراه جاي يصلي، والناس تحضر له كم مهول من الناس يحب أن يسمعه، وممكن تلاقي فلان الفلاني الأستاذ الدكتور اللي ممكن قاعد تلاقي ما فيش صف قاعد. هذا ليس بيدك ولا بيدي الإخلاص، نسأل الله الإخلاص والقبول. فقال ليست النائحة الثكلى التي مات ولدها كالنائحة المستأجرة. طيب هل يؤخذ هذا أنه الرجل بيفتخر بنفسه؟ كلا كلا، وإنما هو يريد أن ينهى الناس، وينبغي أن تحسن الظن في من تكلم في العلم. فهو هنا ما يقوله النائحة الثكلى عايز يقوله أن أنا إيه زي النائحة الثكلى، والباقي كله يقصد ذلك، ولكن يقصد أخلص نيتك ولا تكن كالمستأجرة، أخلص نيتك ولا تكن كالمستأجرة. تجد بعض أهل
الوعظة أو أهل الدين كلامه يسلك في قلبك، أما بتكلم كلامه بيسلك بيخش، وتجد التاني ألفاظ منمقة وقوة لغة وبينك وبين كلامي حائل، ليس بيدك ولا بيدي، إنما هو الإخلاص. نسأل الله الإخلاص والقبول. أكمل. اثنان، الخصلة الجامعة لخير الدنيا. لا لا خلاص حسب. أنت خلصت لحد وفق الله رجلك. نعم أنا وقف عند اثنين. ما عالجت شيئا أشد من نيتي مشقة. أنت رايح تصلي، عالج النية، هجيب عيش. طيب قالوا لك لا ده في عيش في البيت، قال خلاص هبصلي في البيت. وانت كنت نازل عشان العيش ونازل عشان الصلاة، انت نازل. وانت كنت نازل عشان العيش ونازل عشان الصلاة، انت نازل للصلاة. جاء شيء تابع بعد الصلاة، يبقى الاصل التي الذي انت من اجله ستنزل الصلاة جاء شيء تابع وانت جاي، يبقى هات هذا لا مانع منه، لا مانع منه. تبتغي الدنيا ما فيش مانع، فإذا قضت الصلاة فانتشر في الأرض وابتغوا فضل الله، لا مانع منه. ولكن أصل النية أنك تنزل عشان تجيب طلبات وبالمرة صلي، لا، هذه هي النية الخاطئة. هروح أزور فلان، هتزوره ليه؟ لله روح، مش لله عد، مش لله عد. سأتبع الجنازة ليه؟ واجب، لو الواجب لحق البشر أعد أعد، لو ذاهب لفضل الجنازة كما أخبر به النبي روح. هروح لكتب الكتاب أو العقد لفلان، لو من باب قول النبي إذا دعيتم فلب وروح، من باب ان انت بتجامل وما ينفعش ما روحش، ولو ما لقانيش وانا عندي فرح يبقى ما روحش، ولو ما لقانيش وانا عندي فرح يبقى جيلي واروح له زي ما جالي، والكلام ده كله هذه نوايا فاسده يفسد بها الشيطان العمل، وان كان العمل صحيح، وان كان العمل في اصله صحيح، بس يفسد بسبب النيه. عليك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم الا اهلها ولا يثيب الا عليها، فإن الواعظين بها كثير وإن العاملين بها قليل. ينبغي أن تدرك هذا وأن تلتفت إليه. ونعوذ بالله من حب ظهور يقسم الظهور، ونعوذ بالله من حب ظهور يقسم الظهور. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل. فأول شيء أخذناه النية من طلب العلم، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا رب من نشر هذا المقطع اجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقه من حيث لا يحتسب، واجعله شريكا لنا في الأجر يا رب. أخي العزيز، أختي العزيزة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، فعل الجرس واضغط على سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات الجديدة إن شاء الله. اللهم من يرى هذا المقطع
ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الصبر على محن الدنيا، وأن يرزقنا الرضا بالقضاء، وأن يرزقنا برد العيش بعد الموت، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.